شبابيك الفقرة الثقافية الأسبوعية يلي بتطل من خلالها الإعلامية والشاعرة لوركا سبيتي. بصبحك بالخير. صباح النور زينة، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. منيحة؟ الحمد لله. صامدين؟ صامدين، بدها صمود الموقف. صح، على أمل هيك يجينا شي باب فرج. باب ضو، شبابيك ضو كمان. صحيح. زينة اليوم... اسمحي لي، إذا بتسمحي لي قبل ما نبدأ هيك، مش بدي عزة يعني عز الوطن وعز عائلة الضحايا بأربعة آب هلأ جاي بعد يومين، لأنه العزاء هيك بتحسيها كلمة أقل مما يجب أن نفعل. يعني العزاء بيكون لما أنت بتكشفي ملابسات هذه الجريمة، لأن عمليا هي جريمة ومنها صدفة. فبدي أقول أنه يعني كنا عم نحاول نبني وطن على الأقل ما يكون في موت ولا يبرر فيه الموت، فشلنا، بس خلينا نناضل سوا، بس هذا اللي بدي أقوله. معك حق لوركا، يعني للأسف حتى كل هالشباب والضحايا يلي راحوا كانوا مؤمنين بلبنان ومؤمنين أنه نحن بدنا نضل موجودين بهيدا البلد رغم كل الصعوبات اللي كنا عم نقطع فيها. إجي الضربة أكبر منا ومنهم. نعم. إجي ماتوا كرمال هيدا البلد، مجزرة. فلنرى إن كان يستحق على الأقل. صح، يعني على أمل أنه نقدر نحن نكمل اليوم لندافع عن هالأرض اللي بدنا نضل عايشين فيها، ولنرجع على القليلة بس نكشف الحقيقة مثل ما سبق وقلت قبل، بس لأرواحهم ترتاح محل ما هي. نعم. وأهليهم يرتاحوا. هذا واجبنا الوطني زينة، ويبرد قلبهم. واجبنا الوطني إن شاء الله لوركا، يعني على أمل أنه نضل عم موجودين على الأرض، ونحن شعارنا بالجديد وحياة اللي راحوا، وحياة اللي راحوا أنه رح نضل، واللي بعدهم عم بيروحوا. صح، ورح نضل وراء الحقيقة. ما نحن كمان شهداء على فكرة، نحن شهداء أحياء كمان. أكيد. أنه أنت لما بتعاني كل هالمعاناة بهيدا البلد، وبيكون أقصى أمانيكي حلم صغير جدا لأن يكون عندك وطن، بيت بوطن، هذا كمان للأسف حتى لهونا عن الوطن. يعني اليوم صار ايه؟ همك تاكلي وتشربي، حتى الوطن ما بهمك صار مؤسسات، وما بهمك دولة، وما بهمك. صحيح، للأسف. ايه. لوركا اليوم وين أخذتينا؟ لوين عم نفتح الشباك؟ على فكرة ضمن اللي عم نحكيه بعدنا نفس الملعب نفس الساحة، رح نحكي عن شاعرين مروا على لبنان وعلى العالم العربي، تركوا أثارهم وكان لهم يعني مساحة كتير كبيرة على مدار تاريخ والواقع، وما زالت أشعارهم تتكلم عن واقعنا هيدا بالرغم من كل هذه السنوات التي مرت. شاعرين، أول شاعر اسمه خليل حاوي، والشاعر الثاني اسمه موسى شعيب. لكل منهما قصة وقصيدة رح اليوم نحاول نضوي عليها. حلو حلو، هيك كمان نرجع شوي لورا ونعرف اليوم قديه، مش إذا بدك هن كانوا سباقين، قديه نحن حالتنا بعدها مثل ما هي. بعدنا عم نمشي لورا مثل ما قال زياد رحباني. كبار كتبوا المواضيع بعدنا اليوم نقراها ومنقول إيه أنه عم يحكوا نفس الواقع الواقعي. للأسف. خلينا نبلش زينا بخليل حاوي. بستة حزيران الـ82 دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى بيروت واجتاحت قلب العاصمة. شاب وقف على الشرفة في شقته في بيروت وأطلق على نفسه الرصاص. هذه الرصاصة علت صوتها أعلى من صوت الدبابات والمدافع والاجتياح، وما زالت مدوية حتى الآن. هذا الشاب هو الشاعر خليل حاوي. الشاعر خليل حاوي كان مناضلا مثقفا وطنيا بامتياز، يعني كلمة وطني هي كلمة كثير أقل مما كان هو عليه، وذهب إلى الانتحار بسبب أول شيء بسبب اكتئاب أصابه. هذا الاكتئاب له أسباب نعرف زينا، أسباب ربما نفسية، ربما بمطرح جينية وراثية، وأيضا له أسباب واقعية تتعلق بحالة شاعرنا هون، تتعلق بالواقع الذي عاشه، بالخيبات، الخيبة تلو الأخرى، المصيبة، السقوط الأمي اللي هو طول الوقت كان عم يحكي عنها، وعم بحاول من خلال شعره يصوب هذا النهج اللي كان يتمنى أن يصبح عليه. ولكن كل ما حلم به تكسر، كل أمنياته لم تتحقق، خيبة ورا خيبة. عاش خليل حاوي انتظارات كثيرة كثيرة. أولا انتظار أن تقوم هذه الأمة من ثباتها، أن تقوم من ظلمها، أن تثور وأن تنتصر، لم تقم حتى الآن. وهون كنا وقتها عم نحكي لوركا أنا وياك بحلقات سابقة عن المثقفين اللي هو هيدا دورهم بالضبط. هيدا الشخص اللي من ضمن المثقفين اللي ناضلوا بإنتاجهم
للتغيير وقتل وانتحر. هو انتحر صح، ولكن انا بقول انتحر، يعني كانت السلطه سبب انتحاره ولم ينتحر لاسباب شخصيه، يعني انه تركته حبيبته فامنط على البرندة. لا، في اسباب وطنيه ادت الى قتل نفسه، فقتل بهذا المعنى وانتحر. هذا الرجل الذي ماتت اخته فتاثر كثير بموته وانتظرها ان تقوم من الموت، لهذا يعني هيدا المطرح كان هالقد سوريالي، كان الانتظار ان تفيق اخته من الموت، انتظر الامه مثل ما قلت لك لتقوم من ثباتها ومن موتها، انتظر حبيبته ربما ان تاتي ولم تاتي فكانت بلا حبيبه، فكانت حياته سلسله انتظارات. هذه الانتظارات تؤدي الى دهاليز الخيبه تلو الخيبه، السقوط، الانكسار، فادى الى الاكتئاب. هذا الاكتئاب نراه بنصوصه واضح، نصوصه، شعره، قصائده، شخصيته، حتى البورتريه اللي عاصره لخليل حاوي واللي عاشره يراه رجل بالرغم من قوته، بالرغم من قوة شخصيته، من حديته، من صرامته، من الحزم تبعيته، كان مكتئبا. فكانت البورتريه تبع شخصيته هو كان رجلا مكتئبا نراه في نصوصه. شاعرنا اللي ولد بسوريا بال 1919 وعاش بلبنان، واللي حمل قضايا الأم جمعاء يعني من المحيط إلى الخليج، والقضية الفلسطينية بالأخص على كهله، واللي كانت هذه القضايا يعني سيحة لشعره. فالرجل لم يكتب إلا عن الوطن، ولم يكتب إلا سياسي، ولم يكتب إلا إنسان، لم يكتب حبيبة، لم يكتب غزل مثل الشعراء اللي عاصروه واللي جيلوه. فكان شعره يعني بور، شو بقولوا، يعني خالص وطني، كان إنساني، وكان يصدم دوما لأنه إنسانيته كانت مثالية. تخيل إنسان هالقد مثالي وهالقد كان يصطدم الواقع، يمكن هيدا فكان يهرب من الواقع إلى الخيال، إلى اليأس يمكن أو الأحباط، لأنه اليوم تكتب عن هيك مواضيع لتوصلي أفكار معينة أو لتعملي تغيير معين أو ثورة معينة وما تلاقي يمكن الشيء المطلوب يصاب بالأحباط، ومن ثم إذا كان هالقد هش وحساس صحيح. وحاسس باللا جدوى من كل ما عمله ربما يذهب إلى الانتحار. الانتماء السياسي زينة عند خليل حاوي يظهر واضح، الانتماء السياسي يظهر واضح بنصوصه وبقصائده. هو انتمى وتأرجح بين قوميتين، قومية سورية وقومية عربية، انتسب إلى الحزب القومي السوري، ولكن بالرغم من انتسابه لهذا الحزب كان ثائرا به، يعني ثار على القواعد والقوانين، كان فذا ومغايرا للناس اللي كانوا منتسبين لأعضاء الحزب. وترك الحزب بعد موت، أو مش موت، بعد إعدام أنطون السعادي واستلام جورج عبد المسيح من بعد أنطون السعادي، لم يلتقي معه، ما اتفقوا مع بعض، فترك الحزب ولكنه لم يترك الفكرة. يعني أنت بتطلع من الحزب ولكن فكرة الحزب اللي ربيت عليها واللي صارت بصلب أفكارك ما فيك تطلع منها. الحزب اللي كان مبني على، إذا بدك أختصرك يوم، بثلاث أشياء مهمة: على إقامة الدولة العلمانية، على العداء الصهيوني الأبدي، وعلى يعني العمل من أجل جمع الأمة، الأمة العربية واحدة ذات رسالة خالدة. فهذا الرجل خرج من الحزب القومي السوري ولكن ذهب إلى انتماء آخر قومي عربي، يعني صار أوسع من قومي سوري، ذهب إلى مطرح أوسع ونضالاته كمان أوسع على صعيد الأمة. ولكن كان كمان حسب ما يقال عنه النقاد لم يكن مرنا ولا لينا، بل كان مثل ما قلت لك صارم وحازم، إما الانتصار المطلق وإما الانهزام والخروج من الحياة والانتحار. وهذا ما أصبح عليه، انتحر شاعرنا من بعد ما لم يتحمل أبدا البين، يعني أنه شوية انتصار، وبأمتنا ما في انتصارات إلا وهمية، يعني صحيح. إلا انكسارات. كان جمال عبد الناصر هو البطل تبع براسه، البطل الذي يسمو إليه، وحتى جمال عبد الناصر كمان بال 67 انهزم، فالبطل، صورة البطل والمثال كمان هزمت، فهذا كمان ما أدى إلى انكساره. بشعره يعني النقاد تفرقوا حول ماذا كتب، في منهم قالوا أنه لم، بنصه الأدبي لم يطلع من فكرة الحداثة الأولى، يعني بدر شاكر السياب لم يخترع لغة خاصة به، نقاد. آخرين قالوا بالعكس، كان نصه ذو معاني كثيفة جدا وجديدة، ولكن كان مزاجيا باستعمال، والشعر طبيعي يكون مزاجي، يعني مزاجيا باستعمال هذه اللغة. هذا الرجل على
مهما قال عنه النقاد يجب أن نجزم بأنه تأمل في أمته وتألم مع هذه الأمة وكتب هذه النصوص اللي حفظناها نحن عن ظهر قلب. فجاءت أعماله فيها قيم عميقة إنسانية مهولة وأيضا لغة تحريضية تعبوية. لما غنى مرسيل خليفة يعبرون الجسر، يعبرون الجسر هي لخليل حاوي، قد ايه عبق ناس وقد ايه جيش ناس على للثوره وللرفض والظلم. وهذا اللي كان بده اياه بوقتها يمكن وما حصل عليه. هو هذا الشعر، هذا الشعر الذي يجب، هذا مفعول الشعر انه يعبق، انه يذهب الناس الى الجبهه من اجل المحاربه. يقول في هذه القصيده، اذا بتسمحي لي اقول مقطع صغير طبعا. وكفاني ان لي اطفال اترابي ولي في حبهم خمر وزاد، من حصاد الحقل عندي ما كفاني، وكفاني أن لي عيد الحصاد، صرخة تقطيع أرحام وتمزيق عروق. كيف نبقى تحت سقف واحد وبحار بيننا، سور وصحراء ورماد وجليد؟ متى نطفر من قبر وسجن، ومتى نشتد ونبني بيدينا بيتنا الحر الجديد؟ يعبرون الجسر في الصبح خفافا، أضلع امتدت لهم جسرا وطيد، من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق إلى شرق جديد، أضلع امتدت لهم جسرا وطيد. وهذا أصبح نشيد الجسر، غني تحية إلى مارسيل خليفة. تحية أكيد. في منفاه لمارسيل بأستراليا، ففي منفاه بنعتبر. فهذا نشيد الجسر. للأسف يعني بنعرف من خلاله قد ايه هو كان عباله يشوف شرق جديد، جديد غير هذا الشرق العفن، ولم يحصل عليه، وما زلنا نردد هذا النشيد كأنه هلا الآن ما زلنا في هذا الشرق المعتم. هذا الشيء اللي بزعل كثير طبعا، لأنه ماشيين لورا زينب بكل بساطة. يعني أنه تخيلي بلد ما في كهرباء يعني بالقرن 21، صرنا بعد أضرب من قبل يعني. يعني برافو عليك، كان في شمع على الأقل، هلا ما بقى فينا نشتري شمع. هلا بدنا نفوت لموسى شعيب. موسى شعيب ذكرى غيابه بهيدا اليومين، فأنا استغليت هذا الظرف لنضيء على حياته، نذكر اللي بيعرفوا بحياته وتجربته ونعرف اللي ما بيعرفوا عليه. أكيد. موسى شعيب هو من مواليد بلدة الشرقية. الشرقية زينا، نحن الجنوبيين بنعرف بلدة الشرقية حد ضيعنا، يعني ضيعة هيك قروية بسيطة فيها شعب كادح وفقير مثله مثل بوقتها كل الجنوبيين. اليوم هو مثله مثل كل لبنان، مثل كل لبنان مظبوط. ربي هذا الموسى وهو طفل في عائلة فقيرة وكادحة، بمجتمع كمان كله كان فقير وكادح، وكبر على المعاناة وعلى رفض الظلم. من قلب المعاناة شو بيخلق الإبداع وتخلق الثورة. على الأقل بتبلش ثورة شخصية بعدين تنتقل إلى الثورة الشعبية. هذا الرجل تابع دراسته بالشرقية وبالدوير، هول الضيعتين حد بعض، حد ضيعتي على فكرة، ومن ثم درس ببيروت، تابع دراسته، أخذ ليسانس بالأدب العربي بكلية الأداب بالجامعة اللبنانية، وقد ما كان ثائر على التقاليد وعلى الظلم وعلى الدولة وعلى كل هذه القوانين، نفوه يعني عملوا له مجلس تأديبي بالدولة بوزارة التربية ونفوه إلى بشري. يعني بشري منه نفي، هي قريبة يعني فشخة، ولكن بالنسبة لجنوبي هي بعيدة. فكان انه كل حدا هيك بحرد ببعدوه شوي عن العاصمه كرمال ما يكون ما ياثر يمكن بالاشخاص المحيطين فيه اللي هن ما بدهم اياهم انه يتغيروا. بالضبط. على وخاصه هنيك بوقتها كان غير هلا، بوقتها كانت الثوره بتخلق من الجامعه، بتخلق من الجامعه من الطلاب، ثوره طلابيه. قاد اكبر ثوره طلابيه موسى شعيب وسجن من بعدها، وكمان قاد ثوره مع عاملي التبغ، مزارعي التبغ والتنباك، هولي كمان هو كان يمشي بالصفوف الأولى كرمال نصرة حقوقهم من الدولة. وعشان هيك حبس، سجن بسجن الرمل، ومن السجن بدأ هذه المسيرة الشعرية. بلش هو صغير زجل، ولكن السجن الشعر الفصحى ببلش وين؟ من قلب السجن. هيك لما يطلع قلب العذاب، يمكن قلب العذاب اللي بيعيشه هو بيكتب من خلاله، يمكن كل شيء عم يقطع. مظبوط. فكتب بالسجن هيك مقطع صغير معروف، بيقول علقوا الشمس واشنقوها، علقوا الشمس واشنقوها لنرى يحترق الحبل ام الشمس تموت. يعني انا لو قتلتوني علقوني انا شمس، الحبل حيحترق ولا انا رح موت؟ قيدوا السماء والريح سجنوها، والشبابيك على الناس اغلقوها، تقرع الريح
شبابيك البيوت. هذه من السجن كتبها شاعرنا موسى شعيب. موسى شعيب زينة رسم مشهد موته حين كتب قتلوني. واحد عايش حي كتب قتلوني، استشعر موته، لأنه رح نوصل هلأ كيف مات موسى شعيب، وهي قلب القصة يعني. قتلوني وأنا دفء الأطفال الليلي، وأنا قطرات الماء، أنا أنشودة حب الفقراء. قتلوني يا عار بنادقهم، يا ذل رغيفهم المجبول شقاء. حذفوا اسمي من دفاتر سادتهم، لم يدروا أن اسمي غابة أسماء. يعني استشعر موته وتوقع وتنبأ موته. هو قلنا انتمى إلى الحزب القومي البعثي العربي، وكان صديق كل من آمن بكلمة الحرية، وأخ لكل من ناضل من أجل العروبة. والانتماءات الأخرى هي تفاصيل بالنسبة له. أنت حرة؟ أنت عروبية؟ أنت أخ وصديق ورفيق لهذا الرجل. شاعر موسى شعيب زينة صار نشيد للكادحين، للفقراء، للمناضلين، للثوار، للعشاق أيضا. ردد وغني ولحن، شعره وصل إلى الناس من دون مكبرات صوت، من دون واسطات، من دون جرائد، من دون أي شيء. أبو زياد كان اسمه ابن زياد، هو شاعر ترك هذه البصمة في نفوس المناضلين الأحرار، وكتب قصيدته يعني رسالة إلى رغيف. حلو. نحن هلأ يجب أن نكتب رسالة إلى الذي رقى وقل وزنه وصار حق الربطة 4000. هنا حسم انتماؤه إلى جانب الفقراء والكادحين. كتب أقسم بالدم الممتد جسرا بين قلبي والتواريخ القديمة، بزنود كل المتعبين، بعيون كل الظامئين إلى الحياة، الصانعين مجد الحياة. قسما بجرحك يا بلادي، سوف يندحر الطغاة ويطل قرص الشمس من وجه الرغيف، يضيء فجر الكادحين. هيدي رسالة إلى رغيف. كتب الكثير من القصائد يا زينة، وكتب عربي أنا، كتب أيضا إسرج خيولك. هذه إسرج خيولك قالها في بغداد، قالها في بغداد، كتب يعني امتد فيها في مساحات هذه القصيدة من الشام إلى بغداد إلى بيروت فمصر فكل البلاد العربية، وقتل بعدها بيومين ثلاثة على طريق المطار. فكانت هذه القصيدة وقصائد أخرى ومواقفه السياسية هي سبب اغتياله على طريق المطار ب 28 تموز مثل هذه الأيام. يعني بتزعلي 1980 لوركا، بس تعرفي أنه للأسف يعني بدولنا دائما الأشخاص الحرة واللي عبالها تعمل تغيير واللي عبالها بتشوف شرق أفضل وطن. بتنتهي آخر شيء بطريقة مأساوية درامية يعني طبعاً. درامية، وبتترك وراها أكيد فكر كتير كبير وشعر ما بيموت، بس بتحزني لأنه بتعرفي يمكن أنه كل شخص عنده طموح للتغيير، انه يا بده يخاف على حاله يا بده يشتغل مش بالعلن. نعم. او ما يكتب فمن بالعلن. فمن هيك اللي بفوتوا بهذه القضايا بيعرفون جيدا انه في امامهم هذه معاناه واحتمالات كثير وحتى موت. صح. نعم. هم يعني مستعدون للنضال من اجل بناء وطن. يعني تحيه لروح الشاعرين اليوم خليل حاوي وموسى شعيب لوركا، ودائما هيك من خلال شبابيك حنضوي على مواضيع اجتماعيه وكمان على اسماء كبار رفقونا وغيروا، يمكن لو انه هن رحلوا جسديا بس بعدهم فكرهم. طبعا الفكر لا يموت واللغه لا تموت. صحيح. نعم. ميرسي كثير لك لوركا، بشوفك على رد الاسبوع المقبل.